طبعاً هنا كما ترون هنا يوجد المواد التي تساعد هذه المضخات الطاقة التي يستخدمها صاحب المزرعة للتخلص من المخلفات الموجودة في المزرعة. هنا يوجد عندنا أدوات وكل التفاصيل اللازمة للمزرعة. طبعا هنا ندخل هنا بشكل جانبي، نلاحظ هنا كيف يتم ترتيب الحيوانات بهذا الشكل، تكون موجودة بهذا الصف النظامي بهذا الشكل. هنا يتم إدخال المستلزمات من الخارج ويتم صف الحيوانات بهذا الشكل. طبعا الحيوانات لا تربط، يكون لها تمام الحرية بالتحرك. طبعا يتم هنا تمرير ما يجب التخلص منه من المخلفات.